الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة، أهلا بكم إلى قناتكم لرياضيات. اليوم جيت لكم نوع آخر من الحصص الترفيهية، سميتها فسحة في عطلة. إن شاء الله تجوزوا دقائق ممتعة مع هذا الفيديو. إذن إليكم اللغز الأول. إذن يقول: بنت دخلت السجن وكتب أبوها وصية قبل أن يموت، وهي كالتالي: كل أملاكي وأموالي أورثها للحكومة. إذن هذه هي العبارة اللي كتبها أبو البنت. إذن لما رأت البنت الوصية غضبت ثم تصرفت بذكاء، فأضافت حرف واحد للوصية. الوصية هي اللي راهي بين قوسين، أضافت حرف واحد فقط فأصبحت تملك كل شيء. إذن في رأيك ما هو هذا الحرف الذي أضافته؟ إذن خليكم 10 ثواني فقط للتفكير. إذن فلنبدأ على بركة الله. إذن 10 ثواني. إذن انتهت 10 ثواني. إذن إليكم الحل. إذن الوصية هي: كل أملاكي وأموالي أرثها للحكومة. إذن هي زادت الحرف ميم ولات للمحكومة. محكومة هي البنت، محكومة، وبالتالي أصبحت كل الأملاك لها. أتمنى أنكم لقيتوا الحل الصحيح. اللغز الثاني يقول: ذهب رجل إلى المحكمة ليطلق زوجته، فسأله القاضي: ما اسمك؟ فأجاب الرجل: اكتبني بعدها. فعرف القاضي اسمه من غير أن يخبره، فما اسم الرجل في رأيك؟ إذن نفس الشيء، 10 ثواني للتفكير. إذن انتهت 10 ثواني. أتمنى أنكم أجبتم إجابة صحيحة. إذن إليكم الجواب. إذن الجواب هو: اكتبني بعدها. إذن ها ني. إذن الجواب هو ها ني. قال له: اكتبني بعد الهاء. هذا هو الإجابة على السؤال اللغز الثاني. أتمنى أنكم أجبتم صحيح. اللغز الثالث يقول: سأل رجل امرأة: ما اسمك؟ فقالت: اسمي أشد من الموت. وسألت المرأة الرجل: ما اسمك؟ فقال: اسمي موجود في وجهك. إذن عليكم إيجاد ما اسم الرجل والمرأة. إذن نفس الشيء، 10 ثواني للإجابة. إذن 10 ثواني. انتهت 10 ثواني. الإجابة هي كالتالي. إذن المرأة قالت: أنا أشد، اسمي أشد من الموت. ما هو الأشد من الموت؟ إنها فتنة. الفتنة أشد من الموت، مذكورة في القرآن. الآن ما اسم الرجل؟ قال لها: اسمي موجود في وجهك، وهو جمال. أحسنتم، أتمنى أنكم أجبتم الإجابة الصحيحة. إذن أخيرا اللغز الرابع يقول: تاجر من التجار إذا اقتلعنا عينه طار، فما هو هذا التاجر؟ إذن نفس الشيء، 10 ثواني للتفكير. إذن إليكم 10 ثواني، لاحظوا معي. أتمنى فقط أن تجيبوا إجابة صحيحة. إذن نبدأ. انتهت 10 ثواني. أخيرا الجواب: إنه العطار. لماذا العطار؟ لاحظوا معي، لو اقتلعنا العين لأصبح طار.
إذن في الأخير أتمنى أن كل هذه الألغاز عجبتكم. إذن في انتظار تعليقاتكم واشتراككم للقناة. إذن عطلة سعيدة، فسحة جميلة مع هذه الألغاز كلها. إذن بالتوفيق للجميع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعطلة سعيدة مرة أخرى.